عدنا إليكم بعد الفاصل، وما تروحوا بعيد لأنه الموضوع بإذن الله تعالى رح يكون شيق ومنصف للمرأة في ديننا الإسلامي وفي الوطن العربي والمرأة المسلمة ككل في جميع أنحاء العالم. لذلك لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة عند أخوكم عماد زيد. الحمد لله رب العالمين، اليوم وصلنا إلى 10,000 مشترك بفضل الله سبحانه وتعالى ودعمكم إلنا. أسأل موضوع المرأة وتمتعها بحقوقها وكرامتها المداد الكثير في العالم الإسلامي وفي العالم العربي على حد سواء سابقا ولاحقا، ولا غرابة في ذلك، فالمرأة نصف المجتمع ويجب أن تحظى بنفس الحقوق التي للصنف الآخر، وأن أن تصان كرامتها وتحترم كما تصان كرامة الرجل. ولقد عامل الإسلام المرأة على أنها شريكة الرجل في الإنسانية خلقا من أصل واحد، خلقا من أصل واحد. قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. حق المرأة في الحياة. ساد في العصر الجاهلي قبل الإسلام من الظلم والهمجية ما وصل بالعرب إلى التحريم على المرأة حقها في الحياة، فقتلوها بطريقة بشعة تدل على غياب الرحمة والإنسانية وعلى مهانة المرأة وقدرها عندهم، وذلك بوأدها وهي لا تزال طفلة، فكانت تدفن حية تحت التراب حتى الموت. وقد شنع الإسلام هذه الجريمة حيث قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل البنات من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، وحرم ذلك. فعن عبد الله ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت يا رسول الله أي ذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. حق المرأة أما للأم في الشريعة الإسلامية مكانة عليا لا تضاهيها أي مكانة، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إليها وجعل ذلك مقرورا بأمر عظيم وهو التوحيد. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك فقدرها مصان وكريمة غاية التكريم، فهي إنسانة تضحي وتربي وتسهر على عيالها وتحرم نفسها الخير كله وتهابه لأبنائها، وعرفانا بكريم عطائها فقد كرمتها السيرة النبوية كثيرا، والأحاديث في ذلك كثيرة. من ذلك مثلا عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حق المرأة في التربية والتعليم. من أبرز الحقوق المالية للمرأة وحقها في الصداق، وقد فرضه الله على الزواج على الزوج تكريما للمرأة والإظهار صدق رغبة الرجل فيها، ولا تكون عزيزة كريمة فتكون هي المطلوبة لا طالبة. قرر الإسلام أن تربية المرأة وتعليمها من الأعمال العظيمة، ورتب الشرع على ذلك جزاء وفيرا، فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن تربية المرأة بنتا والسهر على تأديبها. ففي الحديث: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كاتين وضم أصابعه. ولما كانت المرأة مخاطبة بالتكاليف الشرعية شأنها شأن الرجال بالتكاليف الشرعية، فهي مسؤولة عن صلاتها وصيامها وقراءة القرآن وغيره من أمور دينها. فلما كان الأمر كذلك فإن قيامها بشرائع دينه يلزم العلم المتناهي
للجهل. ومن هنا فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الفتاة ودعا إلى نشر العلم بين النساء، وهذا من حقوقهن التي نص عليه الإسلام. قال رسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. أما حق المرأة في العدل، ومن حقوق البنات أيضا العدل، وهو ما أقره الإسلام، حيث أن السنة أمرت بالعدل في الأولاد. ففي الحديث قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية فقلت عمرة بنت رواحة، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومعلوم أن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى. أما حقوق المرأة المالية، أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ذمة مالية مستقلة شأنها شأن الرجل، فقد أقر لها حق التملك والبيع والشراء وغيره. ومن أبرز الحقوق المالية للمرأة هو حقها في الصداق، وقد فرضه الله على الزوج تكريما للمرأة ولإظهار صدق رغبة الرجل فيها، ولا تكون عزيزة كريمة فتكون هي المطلوبة لا طالبة. وكما للمرأة عند الزواج حق الصداق، فإن لها بعد انعقاده حق النفقة، وتشمل النفقة سائر ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وملبس ومسكن. وفي الحديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يعينهما الله من فضله عز وجل، أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. ومن حقوق المرأة المالية كذلك حقها في الإرث، وحق وقد أثبت الشرع قرآنا وسنة لها هذا الحق. قال الحق سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وللمرأة كذلك حقها في المعاملات المالية، فلا حق التملك والتصرف والهبة والتصدق بأموالها. ففي الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما أو بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي حرصها وتلقى سحكاياها، ولها أيضا حق البيع والشراء والتصدق. فقد أتت رائضة امرأة عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها، وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء، فهل لي من أجر فيها أنفقت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا بشأن أن الرجال كانوا يفضلون الذكور عن الإناث. ففي بعض الدول في بعض دول الغرب فقد لاقت من المهانة والتنقيص والاحتقار لقيمتها ما لقيت، إذ يتم تشييئها بل وعرضها كسلعة في الطرقات، الأمر الذي لا يوجد في دين نبينا عليه الصلاة والسلام. فيشهد التاريخ أن المرأة لم تكن يوما في الإسلام عبارة عن لوحة إشهارية، بل هي مصانة الحقوق وكرامتها فوق كل اعتبار. نعم المرأة فوق كل اعتبار، نعم المرأة نصف المجتمع، نعم المرأة لها حقوق وواجبات أيضا كما للرجل تماما. فالمرأة مصانة لدى الابن
والأب والزوج والمجتمع ككل. وهنا نقول اللهم يا رب احفظ بيوتنا واحفظ بناتنا واحفظ نساءنا. فالإسلام أقر بأن المرأة حق في المجتمع، فهي نصف المجتمع. وكما قال الشاعر: المرأة قال الشاعر: الأم مدرسة إذا عدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة ليست مهانة في الإسلام، ولكنها كانت مهانة في الغرب الأوروبي والأمريكي وأيام الكنيسة قديما وفي الجاهلية كان. فجاء الإسلام فكرمها أفضل تكريم. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. كان معكم الإعلام عماد زيد من فلسطين القدس الشريف. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا كنتم تريدون أن أعمل أي فيديو آخر اكتبوا لي بالتعليقات وأنا تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.